هذا وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وخلال جولته استمع الرئيس السيسي إلى شرح تفصيلي حول المدينة، متفقدا عددا من المنشآت الرياضية المتميزة التي تشملها، ومن بينها الصالة المغطاة واستاد مدينة مصر الدولية والذي يتسع لأكثر من 90,000 متفرج. وتعد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة إضافة هائلة للمنظومة الرياضية في البلاد، نظرا لما تشمله من منشآت متكاملة تسهم في تطوير قدرات مصر وإمكانياتها في استضافة أبرز وأكبر الفعاليات الرياضية الإقليمية والدولية.